يقول السائل: هل مقاتلة الطائفة الممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة هو خاص بولي الأمر فلا يقاتلهم إلا هو؟ كل قتال معلق بولي الأمر، ما يجوز إلا تبع ولي الأمر. قتال بدون ولي الأمر هذا فوضى، وله قتال في سبيل الله. ما أمرنا الله بهذا. حتى بني إسرائيل قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يكون واحد قائد يملكهم ويقودهم للجهاد. ما راحوا هم وخذوا سيوفهم وراحوا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم.